عزيز بوعبيد لاعب دولي سابق لنادي قنطري ورئيس تاع الجمعيه تاع المدربين المكونين في المغرب. حاليا حنايا في صدد ان هنايا خلقنا واحد المدرسه للتكوين بفئات صغرى. فهمتي هذه المدرسه تاع الجمعيه ديال القدماء ديال نادي قنطري اللي كنشرف عليها، والحمد لله كاين شويه الاقبال. كان عندنا شويه في الاول نظرا للجائحه ديال الكورونا، ولكن الحمد لله الحين الاجواء ولات هذا وعندنا واحد الاعداد لا باس به. وكما كتعرفوا حنايا تنحاولوا ما امكن نلقنوا الاباجيديات ديال كره القدم سور لو بلان تكنيك سور لو بلان فيزيك سور لو بلان مورال حتى الدراري باش حتى هما اكثريه دي جو العاب ترفيهيه. فهمتي والدراري كيجيو يعني انتم كتشوفوا هذا لو كادر هو يعني اللي هو فضاء لا باس به وزويون. والتدريب عندنا الاربع من 3 ل 5 والسبت والحد من 10 ل 12، والوليدات كلهم ديال المنطقه ديال نخاخصه هنايا تقريبا عندنا واحد المجموعه لا باس بها كيستافدوا. ومؤخرا حصلنا على حافله ديال النقل اللي كنجيبوا الوليدات باش حتى هما الوليدات اللي خارج على المدينه، رغم ان الملعب كي يعني تيتوجد على 5 ولا 6 كيلومتر على المدينه. والحمد لله الاجواء كما كتلاحظوا كاين اقبال، واهم شيء هو نلقنوا الدراري لي تكنيك دو باز اللي غتساعدهم باش حتى من بعد في المسار ديالو يكون عنده يعني واحد التقنيه لا باس بها اللي يمكن له من بعد يمشي يطعم الانديه ديال نادي قنيطري وديال النهضه القنيطريه او اي نادي. اذا حنا عندنا المداري المدرسه من 6 سنين تقريبا حتى 16 عام. جمال جبران لاعب النادي قنيطري سابقا ولاعب المنتخب الوطني سابقا ورئيس جمعيه قدماء النادي قنيطري. وهي الفكره بدا اولا الجمعيه مؤسسه هذه اكثر من 10 سنين. السبب مجموعه ديال الاخوان اللي كانوا اللي مشاو اللي مازال حيين واللي ماتوا الله يرحمهم، يعني كانت فكره كتعرف بان احنا لاعبين قدماء كان ملي كنساليو ما كنبغيوش نغيبوا على الممارسه، يعني على التدريب ولا على المهنه اللي بغينا نسميوها مهنه ديال كره القدم. ف واحد المجموعه ديال اللعابه تم واحد الاتفاق كون الجمعيه ديالنا اللي كانت تكونت واحد المجموعه ديال اللاعبين، والمده ديالها دابا راه اكثر من 10 سنين هي مكونه هذه الجمعيه هذه. والفئات السنيه كتعرف حاليا الفئات السنيه يعني هي الفئه المهمه في رياضه كره القدم، لان الفئات السنيه منها كيخرجوا مواهب منها كيخرجوا لاعبين كيوليو يلعبوا في المستوى العالي. فاضطرينا يعني بزاف ديال المدربين كيمشيو مثلا وكيخدموا مع الفئات العمريه نسميها ولا الفرق اللي عندها لاعبين يعني اللي هما اكثر من 15 و17 سنه. فاحنا قررنا باش نجيو نشتغلوا مع هذه الفئات السنيه لان هي اللي تيكونوا فيها مواهب، واللي بغينا نكتشفوا فيها واحد المجموعه ديال المواهب باش ان شاء الله نقدروا نزيدوا بهم القدام او على الاقل نقدموا الفارق من الفرق. فهو المشاكل ديما كاينه، الا بغيتي تقوم بواحد واحد بواحد العمل. حنا النهار الاول بدينا ما عندناش حافله، ولكن حنا اللي شجعنا باش نجيو لهنا وهو جينا نقربوا لهذه الفئه هذه. كاينه واحد الفئه هنا هشه اللي بعيد اللي ما يقدروش هما يمشيو للملاعب اللي ما وصل المدينه اللي بعاد عليهم على حسب الامكانيات ديالهم. فانا اولا قررنا باش نجيو حنا لعندهم باش حنا نساعدوهم، لان هنا كاين واحد الفئه كبيره شغوفه بكره القدم، وكما كتشوف ما كاينش ما عندهمش يعني يعني وسائل اخرى ما يديروا، يعني عندهم يلاه الشغف ديالهم هو كره القدم. فلهذا حنا اولا قررنا نجيو حنا لعندهم ونسهلوا عندهم. في بدايه الامر كان الامور شويه صعيبه، ولكن شويه بشويه اليوم اصبح عندنا يعني كما تنقولوا الترونسبور باش نجيبوا الوليدات من وسط المدينه حتى لهنايا. يعني في الاول ديما تيكونوا المشاكل، ولكن يعني حنا بغينا هذه المشاكل نتغلبوا عليها
ونخدموا ونزيدوا نخدموا باش نوصلوا هاد الشباب ديالنا على الاقل هاد الشباب هنايا ما يخرجوا من ذاك كتعرف دابا الشباب اليوم ولا كيخرج يدير مسائل اخرى. حنا بغينا يعني اليوم ندخلوا لهم كره القدم في المخ ديالهم على الاقل باش ما يمشيوش المزايا الاخرى. وهذه غير البدايه. حنا دابا يلاه هاد السنه باش درنا باش هاد الملعب يلاه تحل هاد السنه. وحنا درنا واحد الشراكه مع المجلس البلدي هو اللي كنشكروه باش نستغلوا هاد الملعب هذا. يعني كما قلت لك هذه البدايه ديالنا. اولا خصنا هاد السنه باش ننجحوا هاد السنه هذه ويكون عندنا واحد عدد كثير من 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 اللاعبين. ومن بعد ان شاء الله غادي نفكروا اشنو يمكننا نزيدوا. دابا هذه البدايه كما قلتي واخا كاين البعد ولكن حنا قررنا درنا واحد ترونسبور باش يجمع الوليدات من الاماكن اللي فيها باش يوصلوا من هنا. اليوم حنا كنا بدينا ب 10 لعابه اليوم عندنا 30 و 40. يعني حنا غادي نسوي في واحد لو بغينا نقولوا تطور ولا بغينا نقولوا في واحد العدد اللي حنا مازال ما وصلناش ليه. لا حنا كما جاوبتك على السؤال ديالك حنا ما كنقلبوش على السنيور. حنا تنقلبوا اول عجل هذه ديالنا هو التكوين. الا قدرنا نكونوا واحد المجموعه ديال الشباب اللي يقدروا يمشيوا ويديروا واحد المسار كروي بعيد هذا هو الهدف ديالنا. حنا الهدف ديالنا ماشي بكل صراحه مع لحد الساعه ما عندناش امكانيات باش يمكن لينا يكون عندنا واحد يمكن يكون عندنا فريق نقدروا ندمجوه في الفئات الصغرى 15 سنه و 14 سنه يلعب في نطاق العصبه مثلا ممكن. ولكن فريق يكون في قسم خص مسائل كثيره.